ثم يجي لك واحد يقول لك لا لا بس الوحدة، الوحدة مهمة يا جماعة، ها وهذا مشروع من فصالي، هذا هذا الحين هذا اللي اسمه هذا الحين عدم التعاطي مع الجبهة هذه يقول لك أنهم انفصاليين، خلي الحوثي يقتلهم. شوف شوف العقلية هذه، لا والله دولة سنية منفصلة ولا دولة بقيادة رافضية. ايش نستفيد من دولة يقول لي وحدة بقيادة رافضية يهلك الحرث والنسل؟ ان يكون هذا الشق كله هذا على سنة على ما في قادته، لكن عندنا هذا خير من ان يتولانا الروافض هذا الذين يميتون المساجد ويحيون المشاهد. انتبهوا من اللعب هذا، مسخرة هذا التي تفعلها الأحزاب في هذه الأيام، تفرجون على المشهد، بعضهم يود أن ينكسر الإخوة في جبهة الضائع، يودون مشان يفرحون، يظنون إذا انكسروا خلاص بيقضون على الجماعة ذلك يسمون الانفصاليين وانتهى الموضوع.